بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما من شيء شئت. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على أن وفقتنا للحمد. سبحانك سبحانك، لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والقلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. من تكلم سمعت نطقه، ومن سكت علمت سره، ومن عاش فعليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه. سبحانك ربنا، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. سبحانك ربنا، ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك، ومن كنت معه فمن عليه، ومن كنت عليه فمن معه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها من النزغات، ونعلو بها إلى أعلى الدرجات. وأشهد أن القائد والقدوة محمدًا رسول الله، طلع في أفق الوجود بدره، وسطعت فيه شمسه، وهو في بطن أمه أبوه مات، وفي العديد من سني عمره أمه فارقت الحياة، لم تسمع له آهات، لم تصدر عنه أنات، بل قام يدعو إلى الله بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا. نوره في الشرق يسري، نوره في الغرب يسري، في الشمال وفي الجنوب. أحسابنا، ألواننا، أموالنا، أعدادنا، أشكالنا، لا شيء. التقوى ها هنا، لغة التفاضل بيننا، هذا نشيد محمد. فلتشهد الدنيا لنا، يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي، إنا بغير محمد لا نقتدي. قرآن ربك يا محمد عزنا، ونظامنا الداعي لعيش أرغدي.
اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلماتي. رباه رباه، لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد، أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، فاسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا. أي عباد الله، حينما تشتد الأهوال والأحمال على هذه الأمة، وحينما تتوالى عليها النكبات والمحن والمصاعب، نجد أن هذه الأمة تتجه بكليتها في وقت جراحها إلى ماضيها، وهذا الالتجاء إلى الماضي إما بالعودة إليه أو باستحضاره هو أمر إذا رشد فهو ضروري، فلا أقل من أن يكون هذا الاستحضار والاستذكار لماضينا، لانتصاراتنا، لفتوحاتنا، لأيام عزنا ومجدنا وسؤددنا، لأيام قيادتنا وريادتنا وخيريتنا، لأيام كنا فيها سادة الدنيا وأساتذة العالم ومعلمي البشرية والأوصياء على الإنسانية، نسوسها بالعدل ونضبطها بالرحمة ونرتقي بمستوى الإنسان فيها إلى أعلى مستويات الاستعلاء والنقاء والكرامة الإنسانية. حق لنا أن نستحضر ونستذكر الماضي، حق لنا أن نعود إليه أو أن نحضره إلينا، خصوصا إذا بلغت آلامنا مبلغا لا يطاق، وإذا استمرت جراحنا بنزف دفاق، وإذا أطبق علينا من فيها وتكالب علينا من بمشارقها ومغاربها، وطعنا من الظهر والخاصرة من بني الجلدة، من الذين يحسبون منا أو علينا أو يعيشون فينا، حق لنا أن نقوم بعملية استحضار واستذكار. حق لنا ذلك على شرط أن لا يكون هذا الأمر هو مسألة هروب أو مسألة أمان أو مسألة التغاضي عن الواقع الذي نعيش لكي نحلق في أحلام الماضي الوردية. هذا الاستحضار عاطفة قوية، أقل ما فيها أنه يمدنا بعوامل الصمود أمام توالي المحن والضربات.
أقل ما فيه، ما في هذه العاطفة التي تربطنا بالماضي، أقل ما فيه هي أنها تحمينا من عوامل الهزيمة النفسية، وتعطينا قواعد ارتكاز نستند إليها. أقل ما فيها في عاطفة استحضار الماضي والارتباط به أنها تمنع ظهورنا من الانكسار أمام عوامل اليأس والإحباط التي تعمل ليل نهار في أرض الأمة وسمائها. ولذلك نعيب على الذين يعيبون علينا، ارتباطنا بماضينا واستحضارنا له، نعيب على أولئك الذين يسمون ارتباطنا بماضينا أيام النكسات وأيام الهزائم يسمونه رجعية وتخلفا وعودة إلى الوراء. هذا الماضي يا سادتي هو الماضي التي نمت فيه شريعتنا وأزهرت، هو الماضي الذي كنا فيه ملوك الدنيا وسادتها، وكان نور إسلامنا العظيم يعم الخافقين ويشمل الإنس والجن من الثقلين. نعيب على الذين يعيبون علينا ارتباطنا بماضينا، لأن الشجرة إن قطعت عن جذورها فلا بقاء لها، وسرعان ما ستموت الأغصان والأوراق والأزهار والثمار. وأمة لا ماضي لها شجرة لا جذور لها، وشعب لا تاريخ له شعب لا حاضر ولا مستقبل له أبدا. يعيب علينا فئة من الناس ارتباطنا بالماضي واستحضارنا له، وهم هم أنفسهم يستحضرون ماضي الآخرين وينقلون عن ثقافتهم وعن تاريخهم، ويعتبرون ذلك تقدما وتمدنا ورقيا. أما تاريخنا المجيد، تاريخنا المزهر، تاريخنا الذهبي، تاريخنا الذي سطرت حروفه على جبين الزمان وغرة التاريخ بحروف النور والنار، نور للإنسانية المستضعفة ونار على كل الطغاة والمستبدين والمتألهين. في تاريخنا أزلنا ممالك تعاظمت وتألهت وأذلت بني الإنسان، في تاريخنا هدمنا صروحا للفرعنة صروح القياصرة والأباطرة والأكاسرة، في تاريخنا خلصنا البشرية من نير الاستعباد وأطفأنا في عوالم الإنسانية ألف نار للرقة والمهانة والذل، وكسرنا قيود بني الإنسان وحررناه حررناه حتى صار إنسانا هو ظل الله في أرضه وخليفته فيها، عزيزا كريما، والناس كلهم صاروا يسيرون سواسية كأسنان المشك، لا فرق لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. وصار معيار التفاضل فيما بين بني الإنسان العطاء، الصفاء، التقوى، الخدمة. فقد رفع الإسلام سلمان فارس وحط بالشرك النسيب أبو لهب، رفع الإسلام سلمان فارس سلمان منا آل البيت وحط بالشرك النسيب أبو لهب. ولكن ونحن ننعي على الآخرين عيبهم علينا ارتباطنا بماضينا واستحضارنا له، فنحن ننعي على كثير منا، كثيرين منا جعلوا العودة إلى الماضي والارتباط بتاريخه وأمجاده وانتصاراته وفتوحاته، جعلوا هذا التاريخ مجرد رواية وحكاية وقصص
يصلي الخطيب فيها الناس على أعواد منبره في يوم الجمعة لدقائق معدودات، يستجيش عواطفهم ويجيش مشاعرهم ويذرف دموعهم، ويعيشون لحظات من السمو، سمو العزة في زمن الذل، ويتنشقون فيه عبير الكرامة في أيام المهانة. فريق من الناس جعل التاريخ مجرد قصة وحكاية يسلي بها الناس أو يحرك عواطفهم، وننعي ونعيب نحن على فريق منا جعلوا الرجوع إلى الماضي أو استحضاره نوع من الهروب من تبعة الواقع وتكليفاته ولوازمه، وخدروا الناس به وعيشوهم بآمال وأحلام ونوع من الاستعلاء النفسي، مع أن الواقع مؤلم ودام وحزين ومبكي. أما نحن فنقول، نحن حينما نرتبط بالماضي لا نريد أن نرجع نحن لكي نعيش فيه، بل نريد له أن يأتي لكي يعيش فينا، والفرق بينهما كبير. إذا قلنا نحن نريد أن نعيش فيه فسيصبح الأمر مجرد مشاعر وأماني واستذكار وقصص وحكاية، والواقع لن يعالج. أما إذا قلنا نحن نأتي بهذا الماضي لكي يعيش فينا، فمعنى هذا بأن الماضي إذا أردناه أن يتحقق من جديد يحتاج أن نبذل في حاضرنا ما بذل أهل الماضي في ماضيهم من استعلاء، من توحد، من اعتصام، من بذل، من إيثار، من مجاهدة، من صبر، من مرابطة، من جهاد، من إنفاق الأنفس والأموال، من دفع الأولاد إلى حومات الوغى من أجل الأمة، أن نتحول جميعا حماة لأمتنا، حماة لرسالتنا، حماة لوجودنا، ويقف كل منا على ثغره ويؤدي دوره، فلا يوجد تواكلية ولا يوجد سلبية، ولا يوجد بعض منا يعيشون في الزوايا المعتمة أو على هامش حركة الحياة. كلنا في قلب الحدث، كلنا نقطة الدائرة، كلنا ندير الأحداث من حولنا ولا تديرنا، كلنا ذاك الرجل الذي يشمر عن ساعده ويشد مئزره ويرفع البنود ويشمر عن الزنود ويحقق الغايات ويرفع الرايات، كلنا ذاك الرجل. إن عملية استحضار الماضي لكي يعيش هو فينا هو عملية استعادة لآلية العمل، لأخلاق الأوائل، لنهج الأوائل، لصبر الأوائل، لتضحيات الأوائل، وهذا الذي يجب أن نقرره ونعيشه يا سادتي. وعلى هذا الأساس أقول نعم، نحن في أشد ساعات الألم والمحنة وفي أقسى أيام الهزائم ظاهرا في أقسى هذه الأيام نستحضر الماضي، نستحضر الماضي لكي يعيش فينا من أجل أن نعيد صياغته وصناعته ونفصل واقعنا على مقاسه. نعم نحن نستحضر الماضي، نستحضر الماضي هذا اليوم في هذه الوقفة من أجل أن نتعلم درسا واحدا، وما أكثر دروس الماضي هي بالآلاف لا عد لها ولا حد، ولكن اليوم أريد أن نتعلم درسا واحدا فقط. أتدرون ما هو يا عباد الله؟ ماضينا يعلمنا بأن أكبر البشريات وأعظم النبوءات كانت في أشد أوقات المحنة وفي أقسى ساعات الألم الممد. وهذا الربط العجيب بين هذا الحال وهذا الاستبشار نحن نحتاجه الآن يا سادتي. فتقول لي كيف؟ فأقول لك فلنأتي بالماضي لكي يعيش بيننا.
النبي عليه الصلاة والسلام حينما ضيقت عليه قريش، آذت، عذبت أصحابه، حاصرتهم، جوعتهم، أذن الله بالهجرة، خرج المسلمون الأوائل فرادا ومجموعات يفرون لواذا يبتعدون عن عين الرقيب من المشركين، لأنهم إذا رأوهم قتلوهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخر من هاجر مع الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أريدك أن تستحضر معي هذه اللقطة التاريخية. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج متخفيا متسترا من أحب بقاع الأرض إليه، يخطو خطوات ثم ينظر وراءه إلى مكة. إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. يسير ويبكي على فرقة الوطن وعلى مغادرة الأرض التي درج عليها، وهنا نتعلم قدسية الارتباط بالأرض وقدسية عشق الوطن وقدسية الالتصاق به، ولنتخلى عن ذر منه إلا إذا أخرجنا الناس، ولو أخرجونا فإنا عائدون، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم ما ترك أرضه ووطنه وعاد إلى مكة فاتحا بعد حين. ولكن المشهد العجيب، رجل يخرج من أرضه مطرودا من بلده، الدمع في عينه، متخفي، يسير على غير الطريق، ويلجأ محتميا من فرسان تلاحقه إلى غار صغير، يطوقونه، يتعقبون أثره، طريد شريد ملاحق. أتدرون هذا المشهد الظاهر فيه أنه سلسلة من الآلام والأحزان، وهو هزيمة واضحة حسب الظاهر، وهو غلبة للجهة المشركة الكافرة. ولكن انظروا إلى ربكم ماذا قال في هذا المشهد: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أرأيتم اللطيفة العجيبة أن الله سمى هذا المشهد نصرا؟ رجل قابع في غاره يطوقه المشركون، وهم في صلفهم وعنجهيتهم يريدون رأسه، ويسمى هذا المشهد نصرا؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ هما في الغار. فسمى هذه الحالة نصرا. وهذا النصر يا سادتي ما ظهرت آثاره إلا بعد حين، ما ظهرت آثاره وثماره إلا بعد لأي من الوقت. عاش الناس ظلها وظلالها، وكان من آثار هذا النصر فتح مكة يوم دخلها المهاجر المطاع الوحيد الذي كان يختبئ منهم في الغار، دخلها وهو يردد بلسان الواثق بلحجة المنتصر: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فتهاوت أصنام مكة، وتصدعت جدران الجاهلية، وتهاوت الوثنية بنطق آية رددها: من كان في الغار ملاحقا ومطاردا والفارق بينهما أعوام على عد رؤوس الأصابع. نعم، نستحضر تاريخنا وماضينا من أجل أن نمتلئ بشرى وأمل ويقين نصر قادم مهما كانت الساعة التي نحن نعيشها ممضة ومؤلمة وحزينة ومقلقة، ومهما توالت علينا النكبات، ومهما تتالت علينا الجراح، ومهما أحكمت أطواق النار والحصار من حولنا، فنحن منتصرون، ونصر الغار ما زال نصر للأمة إلى قيام الساعة. نصر محمد بن عبد الله بأبي وأمي وروحي ومالي وولدي هو عليه الصلاة والسلام، هو نصر لأمته إلى قيام الساعة،
واستحضار هذا المشهد من ماضينا، ماضي الانتصارات، ماضي الفتوحات، ماضي العزة، ماضي الكرامة، هذا الاستحضار للماضي لكي يعيش فينا هو تجديد لنفس الأمل، تجديد لذات البشرى، هو جمع بين المحنة والمنحة، بين الألم والأمل، هو جمع وهي معادلة لن تتخلف أبدا يا عباد الله. نعم، الدرس الذي نتعلمه في هذا اليوم من الماضي، مهما اشتدت المحنة ومهما عظمت المصيبة ومهما تكالب علينا من بأقطارها، فإن بشرى الأمل مع ذلك صن والصن، فإن الأمل الانتصار والغلبة هو ماثل أمام أعيننا وهو مع المحنة ومع الانكسار سواء. ومشهد آخر نستحضره الآن من هذا الماضي، صلح الحديبية بكل المعايير والمقاييس في ذاك الوقت حينما قبل النبي عليه الصلاة والسلام بشروط المشركين في صلح الحديبية وهو يفاوضه سهيل بن عمرو، كل الناس قالوا قبل محمد بشروط هزيمة صلوات ربي وسلامه عليه، قبل بشروط مجحفة، بل إن الصحابة أصحابه الذين ناصروه وأيدوه وبذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس في نصرته وحمايته في ذاك المشهد اضطربوا. ويأتي عمر رضي الله تعالى عنه يقول: ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ أولسنا المسلمون؟ أوليس الكفار؟ فلما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ أسماها عمر بنية، لما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ فيقول: إني رسول الله ولن يضيعني. وأمرهم بأن يحلقوا ويذبحوا فامتنعوا، فكان يقول يأتي ليكلمهم فيذهب إلى الجانب الآخر من الشجرة، الشجرة التي تمت تحتها بيعة الرضوان، فيقول: ما بال الشق الآخر من الشجرة لا يكلمني؟ والله إني رسول الله ولن يضيعني. فأشارت أم سلمة قالت: قم يا رسول الله فاحلق وانحر فإنهم أصحابك، فإذا رأوك فعلت فعلوا. فلما رأوا نبيهم يحلق وينحر قاموا جميعا يحلق بعضهم لبعض، كاد أن يقتل بعضهم بعضا من الألم. هم لم يوافقوا على هذا الصلح، لم يرضوا به، وما سار ركبهم خطوات إلا وأنزل الله في هذا الصلح الذي رآه الكل، المشركون والمسلمون رأوه أنه قبول بالدنية، ورأوه أنه نوع من الانسحاب والتراجع أمام الضغط الشركي، إذا بالمولى عز وجل ينزل قوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأسماه فتحا. يقول الشعبي رحمه الله: ما كان فتح أعظم من فتح الحديبية، ما كان فتح أعظم من فتح الحديبية، فتح الفتح المبين وكان مكة من بعد الحديبية، وغفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأطعم الناس من نخيل خيبر، وكانت بيعة الرضوان رضي الله فيها عن المؤمنين من اشترك فيها وبايع تحت الشجرة. إنه فتح مبين. انظروا الظاهر وانظروا الباطن، وانظروا كيف تأتي البشرى مع المحنة، وهذا يجب أن لا يغيب عن أذهاننا أبدا يا عباد الله. النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه خباب بن الأرت وهو متوسد عند الكعبة، وخباب قد ذاب لحم ظهره من شدة العذاب، يقول: يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فيقول: يا خباب، إن من كان قبلكم كان يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ما يرده ذلك عن دين الله شيئا. يا خباب، كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيخد له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه حتى يكون نصفين، ما يرجعه ذلك عن دين الله شيئا. هنا البشارة وقت المحنة وقت الألم. يا خباب، والله
ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وأقولها الآن، رغم محننا، رغم آلامنا، رغم أحزاننا، رغم انكساراتنا، والله ليتمن الله هذا الأمر بعز عزيز أو بذل ذليل، والله ليتمن الله هذا الأمر. وخيرية الأمة قادمة، وعز الأمة قادم، وقيادة الأمة قادمة، ولا خلاص للبشرية إلا في سفينة هذه الأمة، فهي سفينة النجاة وسفينة الخلاص لكل بني الإنسان، تنجيهم من قلقهم، من صراعاتهم، من تنازعهم، من المادية التي قتلتهم ودفنتهم، وهم أكرم مخلوقات الله، ولكن على أن يؤدي أبناء هذه الأمة الرسالة. كما قلت، نحن لا نرجع لكي نعيش في الماضي، بل نأتي للماضي لكي يعيش بيننا، من أجل أن نصنع التاريخ وفق مقاييسه بنفس الأدوات والوسائل والبذر والصفات والنعوت والأخلاق. نعم، ليتمن الله مع شدة المحنة. انظروا البشارة، النبي عليه الصلاة والسلام يحاصر في المدينة بعشرة آلاف مشرك وهو يحفر الخندق، فيضرب صخرها ويقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح بلاد الشام، الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس. بينما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: كنا نجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم لا نستطيع أن نترك سلاحنا، ولا يجرؤ أحدنا أن يخرج لقضاء حاجته إلا برفقة معه مسلحين. يقول: فكنا نأتيه ونقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سيطول مكثنا في هذا الخوف؟ فكان يبتسم ويقول: والله ليأتين يوم أرى أحدكم فيه محتبيا ليس معه حديدة يحدث الناس في منابع الزيتون، أو يحدث الناس في بلاد الشام. الله أكبر يا عباد الله، محاصرون في غزوة الخندق، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطينا بشائر الأمل والفتح والانتصار هنا وهناك. النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الخندق كان يقول لأصحابه: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. يوم كان يعرض نفسه على القبائل فيردونه ويصدونه، فبعث الله إليه الأنصار، الأوس والخزرج، فآمن بعضهم. والمحنة قائمة، والشدة قائمة، والملاحقات والعذاب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: احمدوا الله كثيرا، لقليل أصحابه: احمدوا الله كثيرا، فلقد أكرمني الله بأبناء ربيعة، وإن أبناء ربيعة الآن يقاتلون الفرس، وقد ظفروا بهم وقتلوا ملكهم وبنصروا. فكانت أغلب معارك المسلمين مع الفرس تحمل اسم محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمداه ومحمداه، وكانت الانتصارات تتلاحق من بعد ذلك. بل إذا اقتربت في هذا الماضي متسارعا في إيقاعات الرواية، أتدرون بأن القرن الذي شهد سقوط غرناطة في الأندلس هو ذات القرن الذي شهد فتح القسطنطينية؟ سقطت غرناطة في الأندلس، وبنفس القرن والفارق لا يتعدى 27 سنة فتحت القسطنطينية يا عباد الله. وأتدرون ماذا يعني أنه فتحت القسطنطينية على يد محمد الفاتح؟ يوم مات محمد الفاتح الخليفة العثماني، أوروبا اجتمعت على أن تجعل من يوم موته عيدا، أن تجعل من يوم موته عيدا، لأن فتح القسطنطينية حفظ هيبة الإسلام وخلافة المسلمين 5 قرون، 500 عام من بعد سقوط غرناطة. دائما هناك محنة وهناك منحة، وهذا ما يجب أن يكون واضحا في أذهاننا. وأقول إذا قفزنا
قفزة سريعة لكي نقترب من الواقع الذي نعيش. انظروا حولكم، يأتمر بنا أهل الشرق والغرب ويتآمر علينا كل قاص ودان، وهناك مؤامرات خلف الأكمات وأصابع سوداء دهماء تعقد وترتب وتنظر وتحلل وتبرمج من أجل الإجهاز على هذه الأمة. هجمات عسكرية، هجمات سياسية، هجمات اقتصادية، هجمات إعلامية، هجمات ثقافية، هجمات تربوية، هجمات أخلاقية، هجمات على المعتقد، هجمات على الجذور، هجمات على الإنسان، هجمات على الدين، هجمات على الأرض، هجمات على الخيرات، هجمات هجمات يساعدهم فيها 1000 طابور خامس، ويعينهم فيها كثير من العملاء والدخلاء والموتورين والمأجورين. ومع ذلك هذه الأمة ما زالت باقية. قبيل الفجر أقرأ على أحد مواقع الأنترنت أيها الأحبة، بعد لقاء السيد الرئيس ومقابلته مع القناة الفرنسية 2 و5، أقرأ تحليلا لمركز الأبحاث الفرنسي في باريس عن هذا اللقاء والتحليلات. انظروا ماذا يقولون بالحرف، يقولون سوريا حوصرت وضيق عليها الخناق ودفعوها الى عزلة كاملة، عزلة اوروبية وعزلة امريكية وعزلة عربية، وبقيت وحدها في الميدان وراهنوا على مدة صمودها، بقيت وحدها تحتضن المقاومة، تحتضن مشاريع الرفض لكل الهيمنة الامريكية واليهودية على المنطقة، تحتضن مواقف الشرفاء، تحتضن القضية المركزية فلسطين، وتأبى ان تتنازل عن ذرة او شبر من تراب الجولان، وتدعم الاخوة في العراق وتفتح ذراعيها لكل هارب من نيران الموت. سوريا صامدة وباقية، كان الرهان انها لن تستمر طويلا، وهذا الكلام ليس كلامي، هذا مركز الابحاث الفرنسي في باريس هذا كلامه. فيقولون والعجيب في الامر بان موقف فرنسا وصل الى الحد الذي شجع فيه وحرض شيراك، حرض اولمرت في ايام حربه مع المقاومة في جنوب لبنان، كان يقول له حربك ليست مع لبنان، حربك مع سوريا، اجتاح سوريا. هذا الكلام الان كشف وصرح به الاسرائيليون انفسهم، كان شراك يقول لهم معركتهم مع سوريا، اجتاحوا سوريا وانا اقدم كل الدعم المطلوب العسكري والمادي والسياسي. يقول من العجيب بان فرنسا التي تتبنى هذا الموقف هي الان اول دولة اوروبية سعت الى ان تطبع علاقاتها مع سوريا، واعترفت بفشلها وعجزها، والاتحاد الاوروبي يرسل خفير سولانا، والامريكان يقبل يد السوريين لكي يشتركوا في مؤتمر بغداد، لانه سوريا هي مفتاح الحل بصمودنا وثباتنا وبقائنا ورفضنا لكل مشاريع الهيمنة. والعالم العربي الذي ادخلنا في العزلة واسقط قناع المؤامرة من على وجهه القبيح، هذا النظام العربي بمجموعه بدأ الآن يهرول لفتح العلاقات وإعادتها بشكل سوي وأخوي مع سوريا. هذا ثمن الثبات، هذه ضريبة النصر، ضريبة الموقف المشرف. وقيسوا على ذلك يا عباد الله، كم صمد إخواننا في فلسطين ولم يقوا الراية إلى الآن، كم صمد الإخوة في العراق ولم يلقوا الراية إلى الآن. هذه الأمة مع أوقات ألمها وأحزانها، بشائر الأمل والنصر قائمة، بشائر الأمل والنصر ترفرف، بشائر الأمل والنصر بين أعيننا، بشائر الأمل والنصر قاب قوسين أو أدنى، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ بلى. أليس الصبح بقريب؟ بلى. واختم ملخصا،
ارتباطنا بماضينا لا نسمح لأحد أن يعيبنا فيه، لأن أمة لا ماضي لها لا حاضر لها ولا مستقبل. وارتباطنا بماضينا يعطينا قوة الصمود أمام التحديات، ويحمينا من عوامل الهزيمة النفسية، ويمنع كسر ظهرنا أمام معاور اليأس والإحباط التي تعمل في أرض الأمة وسمائها. وارتباطنا بماضينا هو ارتباط ضروري يحتاج إلى ترشيد، على أن لا نرجع نحن إلى الماضي فنعيش فيه، بل نأتي نحن بالماضي ليعيش فينا، ونعيد صياغة الواقع على مقاييسه بنفس الآمال، بنفس التفاؤل، بنفس الهمة، بنفس اليقين، بنفس البذل، بنفس الأسباب، بنفس الصبر والمصابرة. وموعود الله معنا ووعده لنا بإذن الله. ونحن نعيب أيضا على من يعيب علينا ارتباطنا بالماضي ويسمونه تخلفا وعودة إلى الوراء، نعيب عليهم أنهم يستحضروا ماضي الآخرين وتاريخهم، ولكن بنفس الوقت نعيب على بني جلدتنا وبني ديننا إذا جعلوا الارتباط بالماضي مجرد قصص وحكايا وروايات يخدر بها الناس أو يستجيش عواطفهم. وننعي على فريق آخر جعل العودة إلى الماضي هروب من تكاليف الواقع ولوازمه وضروراته. أيها الأحباء، وعلى هذا الأساس ماضينا يعيش فينا، ماضينا هو مستقبلنا، ونحن ما بين الماضي والمستقبل نصنع حاضرا بتكافل وتكامل وتعاون وتوحد واعتصام. نرفض كل راية فتنة، نحارب كل نبرة فرقة. نحن مع جمع الكلمة، مع وحدة الأمة، ولا نقبل مشروع الفوضى الخلاقة الذي يريد أن يقسمنا ما بين سنة وشيعة وما بين عرب وأكراد. لا، نرفض التقسيم العرقي، نرفض الفتنة المذهبية، نرفض النعرات الطائفية. والأمة كلها نسيج واحد ترتبط بأرض، هذه الأرض جزء من المقدس لا نفرط بذرة تراب فيها، وترتبط بالسماء استعلاء فلا ترى كل جيوش الأرض التي تتآمر وتحاصر وتدمر، ونحن المنتصرون ولو كرهوا جميعا. توحدوا، الزموا بعضكم، وحدوا صفوفكم، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وايقنوا ان النصر صبر ساعة، وان النصر مع الصبر، وان الآتي لنا بوعد الله وبشارة رسوله عليه الصلاة والسلام. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اقول قولي واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله قائد الغر المحجلين والأبطال الميامين. وبعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، محذرا نفسي وإياكم عوامل الغفلة، داعيا نفسي وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان، فإنه جل في عليائه يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض يا ربنا عن كل الصحابة والأزواج والقرابة وعن التابعين وتابعيهم بإحسان وعنا معهم يا رب. آمين آمين آمين. اللهم يا من لا يرد سائلا ولا يخيب للعبد وسائلا، هذا حالنا لا يخفى عليك،
وذلنا ظاهر لك بين يديك. أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك وجودك يا رب السماوات والأراضين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجعلنا تحت راية رضاك إخوانا متحابين. يا الله يا الله، تقبل منا ما كان صالحا، وأصلح منا ما كان فاسدا، وأصلحنا ظاهرا وباطنا يا مصلح الصالحين. اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا يا الله، لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد سواك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا رب السماوات والأراضين. اللهم إن أعداءنا طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربنا سوط عذاب، إنك لبالمرصاد. لا ترفع لهم راية، لا تحقق لهم غاية، اجعلهم لمن خلفهم آية، احصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم احدا. اللهم رد عن بلادنا غائلة الغدر والمكر، اللهم احفظ بلادنا بحفظك، سورها بسياج عنايتك، لاحظها بانظار رعايتك، توجها بتاج حمايتك. احفظ الشام واهلها، احفظ سوريا وشعبها، احفظ قائدها وقيادتها. اللهم اجمع بين حاكمها ومحكومها، اللهم اجمع بين حاكمها ومحكومها على الوجه الذي يرضيك عنهم جميعا يا الله. اللهم وفق الراعي والرعية لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم ربنا ورب كل شيء، ومليكنا ومليك كل شيء، نشهد أن كل معبود ما دون عرشك إلى قرار الأراضين باطل غير وجهك الكريم. قد ترى ما حل بنا فأغثنا، أغثنا 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 يا غياث المستغيثين، يا ظهير اللاجئين، يا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا صريخ المكروبين، يا معين العاجزين، يا دليل الحائرين، يا أمل المذنبين، يا غاية الراجين، يا حبيب الصادقين، يا محبوب المخلصين، يا سامع كل شكوى، يا غافر كل خطية، يا صارف كل بلية، يا من أمره بين الكاف والنون. كيف ننفضح وأنت الستار؟ كيف ننكسر وأنت الجبار؟ كيف نفتقر وأنت الغني؟ كيف نذل وأنت النصير؟ لا نذل وأنت القادر، لا نقهر وأنت القاهر، لا نغلب وأنت الغالب يا الله. حاشاك أن ترد جباها لك ساجدة، حاشاك أن ترد ألسنة لك ذاكرة، حاشاك أن ترد أعينا من خشيتك دامعة، حاشاك أن ترد قلوبا بك واثقة، حاشاك أن ترد أكفا إليك مرفوعة. رفعنا إليك أكف ضراعتنا، رفعنا إليك أكف ضراعتنا، معترفين بآثامنا وخطيئاتنا وذنوبنا على أعتابك يا رب، على بابك يا رب. أقلنا من ذنوبنا واقبلنا على ما فينا، وعالجنا قبل أن نموت، ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم كن لإخواننا في فلسطين والعراق، اللهم سدد رميهم، صن أعراضهم، احقن دماءهم، احفظ أموالهم. اللهم ربنا يا الله يا الله، ما عاد لهم حاميا سواك ولا ناصرا إلاك، فعجل بغارتك وغيرتك يا رب السماوات والأراضين، وأبرد حر صدور المستضعفين بنصر كنصر يوم بدر الفرقان، وفتح كفتح يوم مكة يا الله. اللهم إن ميلاد حبيبك على الأبواب،
وذكر أنوار الميلاد على الأبواب. فاملأ الدنيا من حولنا نورا بميلاده، واجعل هبدا لميلاد وحدتنا ومحبتنا واعتصامنا ونصرنا وتأييدنا وتمكيننا وخيريتنا. اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. وآلهم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وضمن السلسلة التي أطلقناها وحدة الوعي ووعي الوحدة، نلتقي غدا إن شاء الله في قاعة جامع الإيمان الساعة 8:00 مساء مع محاضرة بعنوان الفرقة الناجية هي الأمة الإسلامية كلها، يلقيها علينا الدكتور محمد عادل عزيز الكيالي إمام وخطيب جامع السيدة نفيسة بنت الحسن، وهو ضيفنا لمحاضرة غد الساعة 8:00. وسيجري بإذن الله إن شاء الله توزيع كتاب لهذه المادة مع بعض ما فيه الخير والنفع إن شاء الله سبحانه وتعالى. أقم الصلاة.